السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي الأعزاء في مدرسة قرطاج، الصف التاسع، المادة الرياضيات، الوحدة السابعة، الدرس حل أسئلة معادلة الدائرة، الحصة الأولى في حل المعادلة. بداية نتذكر القوانين. معادلة الدائرة لها عدة أشكال، ثلاث أشكال. الشكل الأول نقطة، إذا كانت إحداثيات مركزها نقطة الأصل بتكون سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي راء تربيع. إذا كانت بالصورة القياسية ومركزها دالها بتكون معادلتها سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هاء الكل تربيع تساوي راء تربيع. الصورة العامة لمعادلة الدائرة سين تربيع زائد صاد تربيع زائد ألف سين زائد باء صاد زائد ي زائد جيم يساوي الصفر. كنا الحصة السابقة حكينا شو الشروط فيها، معامل سين تربيع يساوي معامل صاد تربيع يساوي واحد، إحداثيات نقطة المركز في قاعدة رح أتبعها، طول نص القطر في قاعدة رح أتبعها. هلأ رح نبلش مع بعض حل أسئلة الدرس. سؤال 2 صفحة 61 رح نحل فرع دال وفرع ها. تابعوا معي طلاب، معاي المعادلة، طالب منا إحداثيات المركز وطول نصف القطر. عندي المعادلة س تربيع زائد ص تربيع تساوي 4 س ناقص 10 ص تساوي ناقص 28. بلاحظ المسألة هاي في طرف يمين وطرف يسار، وطرف اليسار لا يساوي صفر، فإذا أول خطوة راح أعمل عملية نقل كل المجاهيل والأعداد على جهة اليسار لجهة اليمين، وبعكس الإشارة. راح تصير المعادلة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 4 س زائد 10 ص زائد 28 يساوي صفر. الخطوة الثانية حكينا هي عملتها بالصورة، بتطلع هون بشوف معامل س تربيع يساوي ص تربيع، معامل س تربيع واحد واحد. إذا هلأ باجي بكتب إحداثيات المركز اللي هو دال إحداثيات المركز اللي هو دال فاصلة ها القاعدة اللي هو سالب معامل سين على 2 فاصلة سالب معامل صاد على 2. منطبق معامل سين سالب 4، سالب 4 معاها سالب أصلية كمان، إذا صارت 4 موجب 4 على 2. نكمل معامل صاد، عندي صاد اللي هي 10، معامل 10 صاد، إذا معامل صاد اللي هو 10، وعندي سالب معامل صاد بحط هون سالب 10 على 2. يبقى 4 على 2 تساوي 2 فاصلة 10 على 2 اللي هي سالب 5. إذن هاي إحداثيات في المركز اللي هي دال وها. المركز طلعنا اللي هو 2 سالب 5. ضل علي أطلع نصف القطر. نصف القطر راح استخدم قانونه، طول نصف القطر اللي هو را يساوي تحت الجذر دال تربيع زائد ها تربيع ناقص الحد الثابت جيم. نطبق 2 تربيع زائد سالب 5 تربيع ناقص جيم ناقص 28. ناقص 28 يعني 28 ومعها إشارة سالب، يعني صارت موجب 28 تحت الجذر. نطلع الإجابات 4 زائد 25 زائد 28، برضو 4 زائد 25 29 زائد 28. بس نرجع نتأكد شوي إنه دال تربيع حكيناها 2 تربيع، ها تربيع سالب 5 سالب 5 تربيع ناقص الحد الثابت اللي هو انتبهوا معي، يعني هلأ بس انتباه بسيط. طلعوا معي هون، أنا هون هاي المعادلة اللي هي تساوي صفر، إذا هون إيش؟ لازم تكون سالب 28، سالب 28، واضح؟ إذا أنا هاي اللي بدي أخذها بعد ما نقلتها، إذا سالب 28. كمل 4 زائد 25 اللي هي 29 ناقص 28 تحت الجذر يساوي جذر الواحد، إذا را تساوي بهذا السؤال واحد. هلا نبدأ مسألة ثانية، انتباه معي، اللي هو برضه سؤال 2 صفحة 28 فرع دال س تربيع زائد ص تربيع ناقص 8 س يساوي 12. الخطوة الأولى راح انقل 12 على الطرف الثاني على جهة اليمين وبغير إشارتها، س تربيع زائد ص تربيع ناقص 8 س ناقص 12 يساوي صفر. نكمل
بطلع معامل سين تربيع وصل تربيع واحد، إذا مكمل حال بوجد المركز اللي هو إحداثيات المركز أو نقطة المركز دال فاصلة ها تساوي سالب معامل سين على اتنين سالب معامل صاد على اتنين. نكمل، معامل سين اللي هو سالب تمانية وسالب ومعها سالب صارت تمانية على اتنين فاصلة. معامل صاد، لاحظ بطلع بنسأل ما في صاد، إذا صارت صفر على اتنين، تمانية على اتنين أربعة فاصلة صفر. هاي هي إحداثيات دال، هاي هي نقطة HMS المركز. هيك طلعنا المركز اللي هو أربعة صفر. ضل علي نص القطر، نصف القطر رح نكتب القانون را تساوي تحت الجذر را دال تربيع زائد ها تربيع ناقص الحد اللي هو جيم ناقص الحد الثابت جيم. نطبق دال اللي هي أربعة تربيع زائد صفر تربيع ناقص، نطلع وين جيم راح اخذ، راح اخذ هاي اللي هي سالب 12، ومع السالب الاصليه صارت عندي هون موجب 12. نكمل 4 تربيع 16 زائد 0 زائد 12 6 زائد 2 6 7 8 20 يساوي نصف القطر. هذا نصف القطر يمس. طلاب هدول الأسئلة ارجعوا مرة تانية حلوها عشان تتقووا في طريقة حل المعادلة لما تكون بالصورة العامة توجد إلها المركز وإحداثيات المركز ونص القطر. شكراً.